إمن أن غزرنين أقال أنتي مشداوين أزمز زيان شرهرة جير الكوم ديكوس فولمان أقيم أنجان أريد أرفان أهي تاغال دغدري هنوي يسرنين دغمومنن اللي كنين السانة نسل جهاد أستوهين الدين فول تقان تريك أريوم الدين كاويسن دمود أزهرين دغاشجا أزهرين دغاير إما سلان نسن تيمولاوي أغلاين تنبراضا أغلاين التنتيوساتي لغتين دري حد بكدا إبراهيم آل سديا وطن يسوب دا تلغى يسيد وكلا جر يطاف تنايا ورياه نفر وتتين ضيو وريني كلا كند باتات يطف كالين تنايا إبراهيم الجبكدا أنت وين داتون من أهل وديوت العسكروان فرنسا أما ضال نكالوان الدزار يمهي الدام جرد المقاومة تهجم مزاغن غرمان الدزار مدان تغيرت انت درفيت لما دخل الجزائر وجد نفسه أسدي جاهن جواغن فرنسا الدزار يوسيمان نيت إيهكا لها ميدن ميدن السانين المنغي وريوسي اللقو هند ويوردان جون أوان دغاس وري جريوي مان نيت هند يواستي رادغ مضالي وغن الجزائر سهلة مستصاغة لاحتواء الجزائر يمهال يمين الرماس داغم جرد تبدي تجم الزان غرمان الجزائر تمدا تيميرتان الاستعمار وان فرنسا أمجر واتي وزدين داغ نقيس المقاومات الشعبية أوين داغ جر القرم أمرا والتزان أريس من دا القرن واسنا التمروين ضفراس تحت الله فرنسا يغرمان ويهنيني فلات النكال وان الجزائر تقيم تاع دهريتا وضن القرن دديس تكيل تاع داغتي ناضين دغريت نقل دهارن غرمان وهنين تينيري أهداف فرنسا بالتوجه جنوبا أي جنوب الجزائر والصحراء عموما أولا هو ربط بلدان الساحل بالشمال الجزائري الهدف الثاني احتلال المسارات التجارية التي كانت تسلكها القوافل التحكم في القوافل في حد ذاتها أو فرض ضريبة عليها بطمع آخر ألا وهو السيطرة على محجر الملح اللي كان موجود في منطقة لامبادور والذي يعتبر آنذاك هو من بين الموارد الكبرى لتجارة القوافل في شمال إفريقيا اهتمامات الفرنسيين يكفى يكفى رنيت تنتسيت انتسي لنجر ضفر واد الطفن لغوات وتايوا ناجيم دتام الطماد مستمر وين الدسين ادورق لا دفراوين اجا اني تيرك فين تيره هونين تاني ريتا مقرد وان طرابلس دغليبيا اركانو دغ نيجيريا في شمال ليبيا الى منطقه كانو التي تنتمي اليوم الى نيجيريا تجاه تمزيزرا جر فرنسا دكالوان بريطانيا تغريت نقاد من البحيره تان تشاد دوجو للمركز وان كانو واقل السوق دغ تاوين تيرك فين تيساكا لنجر تيناري وين زاد نسنت هذا السوق السوق واغ هانتي موتاج مدان ويدوج مينين هندادو فوانان هيل
ويهني فلا توين افريقيا سامسكالند رغسلغتين تدفع لنانيكا لوين اوروبا الاوروبية الاخرى يمنها ظنها جوان استعمارها فرنسا كان دابو نسني مداد غري ناها غد الاحتلال الصحراء دا الحكم دا برقا توين تيرك فين فلوين دا اصرادا منيك التناضين تتنقاط هولان اسخدم مسوكاد الجواسيس ويكفنين الإدارة من نهض الاستعمارها فرنسا يسلان نقيس للجغرافيا التنيري التمد دور تم الزاغني سيد فولاوين أصدن مبرقة تنسيكي لان تيرك فين دعتناري وين جوردن لي روني كاي ادبارت أقال انهار الدغمة وين سلان ادمسوكال ويستخدم العسكر وان فرنسا يجناس أسيك الواجه هنري ديفيري إلي هندق سيديز دغ نقيس نوي غي مسوكال أويدا جراوتي والناجين دتام الطماط سموسة تمروين التزا عراوتي والناجين دتام الطماط صديسة تمروين أسيكل فوليني هذا الماريشال جون جاك بليسي الجنرال إدموندو مارتن بري وكل فنس المهمة المهاغ نزر داخل منطقة الآجر إيجهاجر إيجادس السيموتيان أدي زيد دونت إزي إيدقن إدبرقة تمويتة جنتيرك فين إفنا دغاوين أدليس النيت وايكنا إيجاسيسم إموهاغ وينفلا ودغي جاهرة إمداوة ديقل نموهاغ وينك الآجر إدموهاغ وينك الأهقار الإكتاب ونموهاغ ويزغنين غرما وينفلتا يموس المرجعي النفران نمسوكال ويزغنين يدوفيري يموس دا ضفراينا من نار نسيكي لان العسكر وان فرنسا دا تسنتوت من القروان سنة تمروين دا غوتي والنجيم دا تام الطماد سا تمروين الدكوز يدوانة الكاردينال شار مارسيال لافيجري فالطناط تان الاحتلال انتنيري مغيدا نغ الصحراء اوين دا سمينا دا المبشرين والمسيحية ويتوز دينين سالآباء البيض ارينين اوين دا ويقيم الوقف رورا ضفراس المدني مهاغي سلان دا الخدمة تاتفرت الديران الويا المبشرين تعتقلت زنها ان الخدمة دسلوي المضلان ويتوها مغدا نقصي تعمر فرنسا فلا ويندا الجهني موها غنجر ادي وغن من اكيت البعتتين هند البعتة تان دورنو دي بيري جوبان اوتي والنجيم دتام التماض الساة تمروين الدكوز بفري تلك ماس البعتة تان نيروين دوباري اوتي والنجيم دتام التماض الساة تمروين الدسا وين دغ يمدا وطيوت فرنسا دير اني دغ الاستعمار الصحراء تمدا تغاسر تغتمدا تجد دغ العسكر وان فرنسا ويو ويقطع تهريد دغ النية اني دغ كيان دا سراد التناطي تتي سلدين ولنتاسيلي تديوس دغ هندق استراتيجي فلوين دغ السيق لما نهضن العسكر وان فرنسا المقدم بول فلاترز دغ تالي تنجافي او تاي والناجم دتام الطماد دتام التمروين دغ سيكل وزارن سمضلان انتاسي لنزر دغ المهمة دغ تكلفن دغ ريد نكياد دا صرادنا بريد ونترا نغد النغ السيكل تهياسغين ورقلا دكال ون السودان دي تهضت هي سيودين جركال ون نيجير دا البحيرة تشاد وين دغ بريد ويمرن أغر موانتي ماسينين تناط دغن السيكل الحديدية الفكرة أن المهندس دي بون شال ويفنغن تكردين المشروع الدين منتلن السوق بزرفان الجوتنين يكالوان فرنسا أسي وضمي داني تيمضين المليون ماسان بفراسي وضني من السوق لنتعطي ركفت يغزر وان منقور وانجامي سيلاجيريس داغر موانا ليزي كوز التمروين للكيلومتر داغا هلوان مراو دساها دغتالي تان اكتوبر اواتاي والناجيم دتام الطماد دتام التمروين يهندق وداغك راسن تيخيام نسن اكنن دا بس الكازرنا بفرايين أمنا وضن دمغار النازر تغريت انتكاردي تقالة التسريخ ناسيك الدغ مضلع النازر يجي الناس أو اندغ ويجي الزاد يمين دا هرت واسي زمان فول فلاترز ديري وادي يدي وغول سورقلا تهيني وضع الوامرا والدسا تختالي التماية وتيوى الناجم دتام التماض دتام التمروين بفرايين فلاترز ناسيك الدغ تكيلفن من هذا فرنسا دغريت نسلوي استعمارات النيل دغاها الومرا وتصديز دغتالي التنافري او تيوى النجيم دتام الطماد دتام التمروين الدين رغم اتصالته مع زعماء الطوارق على الياه اجابة نيت تاسسيك الواغ هانت مناي اجي اقل فولتور دانيت او
واني موها دغن مني واني نوهاون هرد وديرني كفاري غف استيني ريتا مقارت لامساوز هرد واي منتلن يسدكي نسيكي لو انتيرك فين التجدبات الى ايقاف هذه الرحلات الاستكشافية حتى مطلع القرن العشرين. التقيم فرنسا بدأت تجنيتنا انغر ما نتكلوها نينا ترى من التقية دغريت نسلوي داسا من المصدرات النيت تهنيني فلات ان القارة التديو سنين اغير وسط ذو تفوق الفرنسيون في نفس الوقت كاميرندا فرنسا تمزيزرا لك الوان انجلترا فرنسا تمهال دغريت ناسا من المصدرات النيت جير دزير تهنينا وسط ذو تفوق لذلك وقعت فلويندا من نتمنيك التناضين دمن جير فرنسا دنجلترا ولانا بنفهم واجنا وتاي والنجيم دتام الطماط تزاه التمروين قرر ان تكون خط تغديو ساسمل نابريد ويمر النيجر دين بروة ويمر نكال وان تشاد تصريت تسومنة الحدود جفران تغفل لاد بريطانيا دغترا في الجنوب ولكن الذي كان بريطانيين كما الفرنسيين هو تفكير ناس تناط الناس من ويندغ منفهم دغبتول انتس الاهم فلا ويندغ السيقل من نهضا فرنسا تيرا فليني هدفر الامي ورقلا التوض البعتات النفريق جريجري البعتاتان تدت فلت الكونغو الاتية من الكونغو ايوضن ميغد انغ السيكر العسكر وين فرنسا تغمض لان الصحراء دغتي كيت نسان تتزار او اندى دغ السيكر للبعتا فليا النهض فورولانو ويقلن ناجمي وهين يديون تضابط لامي دغ المهمة تسنتو تني تغرمون ورقلا دغ اهل ومرا ودسين تالي تان اكتوبر او تاي والناجيم دتام الطماط تزاها التمروين التزار يهندك وهيني وضن زندر دغ المهمة تسرادت فول سنة تتنقى تتزار تضا سجن نوام وسندك يهدن الصحراء تتنقي الطنسنة تبدي فولا الساغ دمهي ان غرفان تيرك فين تين العسكر وان فرنسا تدي فني نكال وان السنغال نكال وان الكونغو تفرسي جا وان جا مسا يأتي وسراد إلي توجيها مغدن نغل احتلال نكال وان تشاد يمدى تم هي تندغ البعتة تغسي كل النيد دي لكم من غير النغاتي وزدان زلاغ سلعر قطوين والديوس هنا غلوان القبلة فلاويندا تجا تغتير كيف تبريد هضن يوكاين فالمضلان نغرم وانتي ماسينين يهندق تغتقيم تندغ البعتة تيمير تدغت ابن الكازرنا تاتت وزدان الضفرايين سبورج فلاترز الكازرنا مقار تقال الداغ الحصن يبوسن الترانزيت تهندق نتموين للعسكر وان فرنسا هولان يساد وغيرين دغي هندق استراتيجي ايزين هالا الخدمتنا العسكر وان جام دغتيناري وين انا جماي فورو يبدد اسيكل النيد دارم وان زندر اي جناس اميد النيت المقدم لامي داليوت نوبان اكمل اسيكل نسنا دي وضن بحيرات انتشاد دغسيكل يقال وازر دغنقيس البعتة تنتين فرنسا دغي وضن الصحراء تمدى ضفرين أقم نتيرك فين للعسكر وان فرنسا مدان التجنت وغبري دغسيكي للنسنت أصمد لان نازر هولان تتاوينين الزاد التموين الكازرنتين هند المركز وان بولينياك دال المركز وان تارت فالد تيرك فين للعسكر وان فرنسا دغسيكي للنسنت أغرم وان تقورد أمار نتورقلا ضفرين قاصد طويل أداود نتحاسي تارتارات ضفرين حاسي تانزروف توديوسن أفلاناتي وزدين سالعرق الشرقي التوضة التماسينين يهندق دغيناس برج فلاترز ضفرين يديوزان واغل برج واهرين الزاد التموين فوق الكازرنتين تيتيو هصنين هولان برج بولينياك واقلن الحصن دغريت نضمان نسيوضن الزاد التموين سال مركز وانتارات وانجام يديوسن دغ تصريت تجير الدزار ليبيا التوضة جانت تديوسن دغترا منكال وان الدزار جيرل بورش وفلاتير ست بولينيا تجن التيرك فين للعسكر وان فرنسا يسيكيلن دغ تامرنت أغرم وان تاب البلاء غير الحجاج لغزر وان إيهان. أدرك الفرنسيون أنه لا يمكنهم الوثوق في قبائل طوارق المعادين لهم بشكل كبير الفرام جروا جني كفار إجموها غد رزي وتنجني موها إجاني كفار أموك النيجن وان القومية ولا ريت نرزي موها ديرس استرما وين السودان دغتنا كلويت
المشروع واقف ليبدد العقيد لابيرين. العقيد لابيرين. المشروع ملن دغبتو ضفر صرهد المرسوم والديوسن دغها الوزارن دغتالي التنافري او التايو النجيم التزاه التماضي الدسين تكاردي دو سنة كوزة تتنقى تقالني ناسمد كوزة الكتائب العسكر دار موانت ديكلت قوريرا دوات دسورة او اندا تناطتي وصالة الدغريت يديز دي تمدور تغطى هنزازة قنتينيري ضفرتالي ناسم الانتين دغتا كاردي هجم مدن المقاومة دغا هقا وين دغ العسكر دغا مجر يتوزدين ضفرين دغا نقيس اسم عركة تيط دغريت نقر الحملة تفولين نهض الملازم كوتنيس أمجر دا يستشهد السهة تمروين مقزة يجي دكتور دا فرنسا أسا ويندا تيرا دا الجواب فول البعتة دا فلاترز. كان لهزيمة طوارق الأهاجار في معركة تيت في 7 دفران مانغي يجن دغا هاجار وتايوانا جيم التزاه الطماد الدسين تكره فرنسا ودم التيسا اللي جرموها ويهننتين ريتا مقرد المدني موهاغ أسميه إدهن جاجها نكال سصاهت في هذه المنطقة إلا منطقتهم. ضفرايين يجي العسكر وان فرنسا أسيكل هضن استدرير تنتاسي لي جانت أسيكل فوني أني هذا الكابيتان توجار ودي الديوان التمضي تسموس التماد من العسكر أو التايو النجيم تزاه التماد تسموس. ضفرايين يلكماس أسيكل هضن فوني أني هذا الملازم ميجي وتايو النجيم التزاه الطماد التزاه يديو التمضيد الساه الطماد من العسكر يزري تنين شارلي وكل فنفوليجين مغدن القوات المتحركة دغت ديكل ادعي صالح او تايو النجيم التزاه الطماد المرو الدين تاكل في اتجي الحكومة فرنسا سلي احتلال انجانت ويا غيجتن العسكر عن فرنسا اسمسن السوتن داغ الصاهت دنية من المقاومة هولان ضفرانجر واني سيانتا تزارت او التايو النجيم التزاه الطماد المراو اتكراض تافولي انيها دامغار امود قل مختار داغوين داغو التاياني مير يوض جانا تغرفن العسكر فولي انيها الكولونير فرنسوا هنري لابيري تغريت من السيطرة فولتاسيلي نازر يمير وادن كرميد دن دغريت نوجوه نامجر اظن البارو دن دغرمان انجانت جاهي زلواز للمهن فالمد نتكلنين النيتنا المقاومة. نواغ إقليم تاسيلي نزر يهندك دايت وفناغ هرد دغن قيس سيديس نمجر مزغنا ترمنا كالوان الدزار أغلوان القبلت تعتبر من حيث الموقع أنها منطقة جيو استراتيجية هامة جدا في قضية أغلوان الجرية موستوينست تمونت هولان دغتها الغاتاجير يكالن إليت يوهار تسراد دغمناك يتكالن سواء وين ترام ولا وين فلاد إفريقيا هولان الجبيراتات التي جر ليبيا للدزار دكالوان تونس في المثلث ليبيا الجزائر تونس. إذن هذه المنطقة أنجبت قائدين عظيمين يقول أو أندغى سيد قواغ كنندس السيمة دي النظهر ويقلنني مغار النامجر واجيرين أغداهن جوان فرنسا ويزارندس الشيخ مود قل مختار ضفر السية وضد الشيخ إبراهيم القبكدة وهو الشيخ إبراهيم أقب كده. هذا الشاب قال سوا غهرت وزرندس يمو سما واضي لا انت غراسك دغجنا نوان الدين ادمو سنة تاناقنا يمو سدا غالس يتيجغن يهلن او ان دغت السي وضن يقلام غار ضفريته هله للزعامة في المستقبل. ايوة 1885 كان في بيت إبراهيم أج أكسكس وهو الذي كلف برعاية والدته حيث أن أباه منشغل بالغزو إيها الغزوات ويلي نها ذراه أبراضي ويصفه أقض
إبراهيم قال كاش كاش انت عاشي جنيس فولماني جاش اسم فولماني ورباه كما أنه ولده الحقيقي اهتم به كما ينبغي. تقول الروايات المختلفة بين المشيرة إلى مدينة غات كعاصمة أوراغون آنذاك والروايات الشفوية التي تؤكد على أنه مولود في منطقة تيهجوين بآهرهار. آهرهار هذا غيوة هذا قرد غرم غارنا ديوة أنت آهرهار تمير هذا غيوة. ماس التاسمية توشيت تنتبو أمنا كتيسة بكذا إيان دغم غارن توشيت تنورغن توشيت ثلاثي هندق يولاغن جرموها ثلاثة تفول دغت منوكلا دغم ضلان انغرما نزم إن اليوتنو غابريال غارديل توشي تغنورغن والتغبيل نقتلكم أو إن داداغ إيجن ضفرعي أنت أول أيد والغراء القبيلة أنا كل راس وكل تبرة من صغره إيه كده ولسه أني راقض لسه كان أني ثمنيت أباطة واركني كده أول إيه كده ولسه دين ده إيجه إيجه تغري وتعلمه كان لدى الشيوخ الموجودين في قرية آهرهر آنذاك تنتين إغراغ ورثون غامغار إغراغ ورثغور لازم ماس ما يقارب أو طي لازم ميغ ست ميغ مراوات الليل فأما من ثقولت موازينه كبور إبراهيم على قصص البطولات التي هي سائدة والتي تعتبر ثقافة المجتمع آنذاك كبر على سماع هذه القصص أو إن دغتي نقاس جنندس الهمة دنية نام جرت منوك لميدن ضفر إمير التميز هي سمة إبراهيم منذ صغره تتجمع حوله الصبية في اللعب والمبارزة والتسابق يقل إيمار ورمغار ضفر أبوان كالتوبر أبرد وانجان يعني إنشاط أفي قدس أبرد وانجان يعني يراه يصدق كلمة وانجان ميد إنها سنكنا ظهر واغ أبرد وانجار دس الطمع انجار دس الطمع يراه ها النيدث ها النيار سوار هنية مكانا لما الشان غالي نشغل فار هوهرا شطفا خلاص إلى سنتيك مسينا بدا إلا الشان خلاص أغنى تمال النيل يتيوز دا إبراهيم جرميد النازر اسمه سنة الترمي تنسيديس أو إن دغسيك فانتافليس التفيرتي وصل جرمزان توشيت النيت التوشيت النازر يمدى بفرس يسو من النية نطقول للبارد في فرنسا فوجد أن المقاومة في منطقة التاصيلي نازر بقيادة آمود يسمو تقل مختار يعني أطفال أمجر دهنجو دغرمان التاصيلي نازر فلوين دغ يلكم يدرجانيت يسدو دغ ضفر يمدن دما وضن دغريت نوجه نامجر ضد زحف المحتل إبراهيم الشاب أصبح يتنقل ما بين موقعين ما بين إمهرو وأهرها هالوالد يجي هل يزار ولا متعظف كده التداغات تسيجي هل يمها لديك سنت سنتظول انت لو في مالو سنين ما غيسي أمنون قنية ويزار انت كوفر يجي دامض لان نغر موانتارات غير وان القبلات اتصريت تجرد زار ليبيا
امير ولي هيجم تركفنا العسكر وان فرنسا تاتيوية البري تركفت نجام يسمى الكورونير لابيرين او التايو النجيم التزاهر قماد التزا طفرت كاردين من فهام تاتي وزدات اتفاقية نيامي تاتمل الجيرس دمقداه النيت بول امغارن المنطقة النفلة السنغال النيجر وجيتي اغتراد الكولي تنيتي وجمال البارود التبلالين المهاريس انت سديران ضفر واغيجي يدود ميدن دغامجر ساغر مواني مهرو وانجام الديوس اندغي هندق استراتيجي يقال اندا الترانزيت لأن مهرو أنا ذاك يعتبر المعبر إذا كان مشاولي لسنجل فانهم راحين يعبرون انطلاقا من تارات وإذا كان راحوا إلى إليزي فانهم يعبرون انطلاقا من مهرو سبب آخر اختيار منطقة وادي مهرو هو غناها بالمياه والأشجار المثمرة كشجرة أراك وشجرة أزوا وغيرها من الأشجار التي توفر قوة الأهالي والمجاهدين يوغو انت الميديو ونيت اغرفنا العسكر وان فرنسا ضفرين رمسن لسن البارودة ناختين دغ المغناء تدغي السين تبراهيم اسدو دقراج نسلح ملك يتمدن اوكينا ملك يتمدن الى تنها سيئة تكون ست مروين نايدة سيلة ايوه ملتاني تروين دغان يشت كالتان جت مروين دنايلة تنها سيئة دراروا واقم جاني تكين اي كاكا بكدا قدم غدا لسد البارود اي قدم غدا لسد البارود اباهي لدعميه يا غالي مشاري قلنا عبد الرحمن حيد قال المهم الدنيا تجت تاني دير انت دغك للجسن تولى راسني يلا تاني يلا يدي والخاونية ابقى قوي المشر القوخة بقرطة قحمادو إبراهيم ابقى نسلم يدي ود المقدم وغير ون الكبر يدي ود غالي الغوينة يدي ود بالغني ادو يضهضنين جانين ان نيتنا لكم يدرجانيت دغامجر ويقديه ميطان السلاح دموتاج والن ددابو ويلا يجنوا فرنسا فولاس وانجام هنجويل الكلاشن للمدفعية فولاويندا تنجنام جرد تيرك فين تيتاوينين الزاد التموين دي سوداري الكازرنتين تيقنين الحصن وان فلاترز بولينياك تشارلي موتيليسكي واسم لما نهضو من فرنسا دغتي ناريوين فولاري تيدو ماساني هندقن السياسة للإدارة العسكر النيت تهندقنا غراجن السلاح هرتي زنها لينسيكي لنا العسكر تسيودنا التمويل تسودار الصفرات سيد فلايين قال ان داغي هندق انت منوكلا داغتاسن الشرع دا خباس مزاغ ان داعد بنسن أبريد جيروين داغ الأبراج انتوا داغ ساكل تيرك فين العسكر تدفاني فلاترز وديوسنا ترام نغر من ورقلة عداود نتغر من جانت وغابريد أني مير تاكين دزداغ العسكر ويتغسينين تيرك فين يتاوينين الزاد التموين أهل الجام دكشن الكوفة تنجم بخورة أستتكشن القلن اكفى ميد وين جام اكفى التنماج هور دزاد يكفى انترم إنها سنتغاو يتتي كمان جهاز تتكفي أن تستدي تسجر اللوز واتي في أيوة السجارة تنجم ين هذا بكدا فالمنيكيتي من أنقيتا دا العسكر ونستعمروا فرنسا أمجر دا يسمى للتكتيك دبيغيتا دموكا اندوم بيسكات ويغ العسكر الشخصية التي تضرب الفرنسيين في كل الأماكن سواء كان في شمال أزجر وإلا في غرب أزجر وإلا حتى في مناطق جانت عندنا جبل اللي راه ورايا ضرب في منطقة أجديل هذا جبل يسموه تضاف بالترقية كي نشرحوها باللغة العربية هي مكان الحراسة أو مكان ترصد العدو
من خلال إبراهيم بكر يخلي الحراسات نتاعو تما ويترصدوا الحركة نتاع القوافل اللي تبعتهم فرنسا الجانت، يخلي الحراسة نتاعو تما باش يشوف واش كاين في الوادي. فيقاتلونهم ويستولون على مؤونة ويوزعونها على الأهالي والمجاهدين بالمنطقة. انطلق من معاركه من 1916. باتي ورج 13 معركة يجي. يدود مغارنا نغنى كضماننا. واستمرت إنجازاته القوية في معارك عديدة، بعضهم يحسبها 7 كأشدها، وبعضهم يحسبها 14، وبعضهم يحسبها 16، خاصة في منطقة إميرو. المعركة غير أن غامجر واني زابات تالي زرفت يجت النور أماستان تنهي الضان دي منغي تنجوتني. معركة تنهضان في أول أبريل 1900 أمجر وان تنهضان ويجي اندغاه الوزر اندغاه أفريل ويتاي وناجي متلزاه التمع ضد مراوت صديس أن مانغ يجي انتميد دندروسنين بشين اسم خاطر نهول لان إهنجا دغسين هرتن ويزر اندسنين ينا نانغ انتيماض دغي جنوان إهنجا هرت وان السين دغس مخاطر إهنجا ينا نسمنا ناس ناس أمجر دغوا غير وري الكيم يجوت نميدن وري الكيما ريت ناضين تيت ويجينين دس دل خبرت دغا نمضال دال مودن المنغي التاهولت التجاغت تاجم ميدن ويغنوا غيدا على الممارسة وعلى الشجاعة وإقدام أبناء المنطقة. بالتاريخ الطوارق الطفل ورمز دغو يموها غنجون أرى دغت مضريت النيتي دي المتاغرة تانا المنغي يلم دمك واسيا قزيمان دغ الغدران دقافة تنويها سغلينين أما هغداغ التاسة دا أنيمير إسان تغري نيترا تغرينا مضال. والإنسان التارقي يقرأ الأرض يقرأ النجوم. ضفر المعركة لغير أن غامجر وان تنهي الطال وأن غيج العسكر وان فرنسا كي جيدا مزغن تاسيلي وران الطيف تزوليت يهندك وأن غدر ننغن داغي الجين داغ توشيت تنزواوتن اتكيل عراس ويضسن السوجهان تن الخبسن أبالن داغ ضفرين مغارة النسن الدارن توشي تنزواوتن يهيت ميضان ني وضن تيمضينا مزا أقاليني من السوكال الزاغني جرتارات البولينياك تغوتي والنجيم التزاها التمادد مراود صديس أجلين الديوان دمغار نسان قلة إمير والجنة بريد يماراني دراروين فضنو أهدي وضن تنتمغارت أهر تنهيضن يهندق وسوي اللاري ينانو دوين دغي سغلاي دين دغا سنقى العسكر دهن جوان فرنسا أنغانا يجين دغم الزاغن التوشي تنزووتن الكيلارس يهين دغ قلة دغم الزاغن نيت أسجلين ضفرين صديز دغم غار النسن صليزي يهندق ودغت نومران سبراكنان ومقرن ضفراسي جايين أنبالن تندس الدارن دفعناهم أحياء أنا ضال واغ جنيهن جاي ويغمد الدارن أراني تسرمغين سرسكيل اليزي لقايمين أبدها كسود انتن جانا سنتغر في المستقبل على مقاومة إيجي ناس تردان العسكر وان فرنسا وديهن دقني فلاس تسوت المقاومة الهجوم دمجرني الدهنجو تغبرقة تيرك فين العسكر تيتاوينين الزاد التموين الكزرنة النسن الأبراج هلا يهندقو لغسجان التيرك فين تغسيكي للنسنة دغاهل وصديس تالي تاسي بتنبر يهي جمقا بكدا يديو التيمضي نالس تغمي ديواني تركف تغي غزر وان إيهان يدي تفالت برج فلاتر تكات برج بولينياك تديو الدغفن العسكر فولي النهض الكابيتان يقال ان مغار نسكتير والنازة سيد فوليين اغرفن العسكر وان مهاريس كمان يتقورت أمجر دغان غمي دن المقاومة كرادن العسكر من فرنسا أقدر أن تسندغ الساء هضنين وفرايين يوطني ليوت موجيرور وأن يديون تسموس التمروين العسكري هرت وديمين تلنيباء المراو ميدن للمقاومة تجا تورنا تديوة تدلاس دسارن سودا أو يندغ أماس مبورج بولينياك
ضفاراتين ميضان الهجمات دار الزواج مدة للمقاومة تيرك فين العسكران فرنسا السوتن ويغهرنين ما توجمي غدا نقتزولي تال مدفعية ضفاريميل السيقل من نهضن العسكران فرنسا يعني مير دغتالي تال نوفمبر أو تيو النجيم تزاها الطماد بمراود صديس تيركفت مقارة التموين تزونة فولك كوز غرفان من الكامنين إلا جيريس انتيكلين أسيكل ناهل ميغسين أسيكل وفول بدادم من يكيت غرفان العسكر لغريت انتقزاء انتغتي ركفت فولي النهض الكابيتان نيكلو أمار نسكتير والنازر الكابيتان الدفال الفرقة تورقلا الكابيتان ديكرو الكابيتان لوفاسوف أمغار نسين غرفان الفيلق ونسموس نفريقيا الدونين دارفن العسكر هضنين قلين الحامية من الصحراء إيوانين المدفعن نتام التماط مليمتر أرينين أمغار إبراهيم القبكدا الميدي وني ترزيني دي سويزرين دغتي ركفت يوينين تتيهن يمداسي فولين البارودن يجي فولينا لاكروس وانجامي قلم مهاري دغ العسكر وان فرنسا وسنا نقل عسكرنا نادغر كالخال وانجام إذ دس الرخان بفراس كسان دسن البارودن نسن وهنداس تلكوان أجان أو اندغ أمنانقي جاني سغلاي انت بالبالا يهندق وديبا فرانس دل ماري شارواء كلفن دغ التموين منيكيت العسكر ويدونين التركفت أو اندغ أمجر فوليني هاد إبراهيم القبك كده أمنانغي ميغد النغارزين تركفت من هال ديمين العقيد ميني دغ القاعدة تنعين الحجاج وانجام الدفاع لنجانت ضفراسة يستعمر يحتلت يتكالن النية نجمعي دستغن المقاومة فولايين يكل فاغرف هانس موس التمروين القناص أرينين واغرف يمانيت يهجم فولس إبراهيم الميدي وني تغازر وان القباستان دغاه الوان السات تليتان سبتمبر أو تيو النجيم التصاها الطماد بمراود صديس يرز إبراهيم القبك كداد ميدي ونيت العسكر وانجام نهنجو إيجاد سنداغ تغاسرت مقرت أو اندغ هرت وين لغت الكابيتان لوفاسور جيرورد أمجر ورنهيل دغازر أباست اللي من أي دلغافيت فور فرنسا دغازر ضفر منيكيت يمجر عند منغيتن درزي جميدا المقاومة تيرك فين العسكر وان فرنسا أباس هاني من أي تغيميتن العسكر وان فرنسا أماس برج بولينياك حسن بولينياك كان يعيش أثناءها وباء الإسقربيطة ثورة وان بولينياك الوقوين دغ هيتورنا تسيم من تليبان تتتي ضفر وين السفر غنتي كفار أهين تشمتورنا تارا من مناطق نفوذ إبراهيم وأنصاره دغاهل وسنة مروين تكرار يوسند الأمر ناجمود التجديد القاعدة تنعين حجاج يهندق وسغيلين دجروند سي من أيد الغافي هريني انت مستغل قاعدة يهندق يتي وجمعين فلا استمهين سي مغاران العسكر من فرنسا دغيهض ومراود كرات تليتان فيفري أو تاي والناجيم التزاه الطماد مراود دسا يهجم إبراهيم قبك كدا دميدي ونيت تندغ القاعدة معركة تاكت أو عين الحجاج وهي أمجر واغن تاكت مع عين الحجاج تاتموسة تيدق يمون اندغتيم هي تنترك فين مدانة تينا ترام ولا تينا فلا ولا تينا لقابلت ولا تينا جضل انتفو إيجاد سامجر وادغر ميد ويموها غادكر ننضل واسنجنيه انجا إمغار النسن الدار العدو في دفني سادتهم وقادتهم أحياء السي وضداغ قبك داتي قسر مقورني نيهنجا دوا غانجا هزائم نكراء وطن انغينا اكد وادي وطن تنغا كد الطيارة انتا ينغين سفوس النيت نغتاكت
الهجوم فول اللغي من نهض العسكر وفرنسا سواء تراجيدي الهجوم يرمضن فول ماون انتندغ القاعدة سالخال أسوار من أقزن العسكر انتندغ الكازرنا أقادنا البارود النسن. ظفر أمجر ناوضن كرادة الساغتي أرمس المقاومين أبريد تاسيلي ظفر ينقي من الضباب فرملي تنتجني صفران يلا عسكر النسن دقاي وضن مراود سنة الساغتي أويندا ظفر سنغ المقاومين مراود الساد آغر فان فرنسا داقا انتي مروين الأسرة إمير واتجرو فرنسا تكربتنا المصيبة تتهدس صدي زلانينجا لشوادنا ضوضينيهنجا يغي ميدي وننا. بمعركة تاكت هنا انتبه الطوارق إلى دغام جروان تاكت يوضن يموها تانا الطمونت يوضن ناس يلزام تنت سنفرنين وغالس براهيم القبك دا ويمو سنام غار نجنسا يترن انت منوكا الفلسة الطوارق أي إلى رتبة أمينوكا لازم انك نواد ميّن ينكر ان المغي فرنسا انها سم بسم الله انك نامغار اننا سامغار كي رقن كان بايماننا خلاص الدوكا لنفو اللي سمغار انو مدان كان اللي سامغار اننا ساكن الكزار فريمير يا موسى مغار مزغنتي وشيتي الناس زرم دانت او اللي قال موسنة الترميت تليت ينهض فول منيكيت مطلان اغر وان برارا غير وان القبلت من البرج وان بولينيان يهندق وات مليلي زيازلا اتوضد الحدود مغاد انك تصريت تجير دزارد نيجير اغير وان ترم ترمسد من تصريت تجير دزارد ليبيا اغير وان القبلت اتوضد تيمضين الكيلومتر الا هين تماجر تاغير وسط دو تفوق يطاف فاني مير أمار دغس الوين أمجر دهن جوان فرنسا عادي وضن تاد ميدي ونيت إغرمان انتيني ريهاني نفلة يسغلاين القراية تتلك متي أغرموان الميعة أزلاغ يهجم أغرف نسكترنا العسكر وغردايا واني هضن فلا بوليس دغ تادمين يسمغ لسنتن يكساسن داتا غيميت دغاهل ومراود التام راهل ومراود تزاد تاليتان اكتوبر أو انتي والناديم تزاها التماض مراود السام يرزت يركف جرا غير مؤمر جوجا العين القطار دغا بريد وجيري نيفل دعين صالح أمجر دغي وغ إبراهيم قبك كداد ميدي ونيت وين دغا غرفنا العسكر دغ مضلان من وين دغ السكتير دغ مضلان وين دغ السكتير عن المير يرزا من يكت هندق اللاني تأسق دا قل اللوجيستيك يتهوى لسا غشاد موتاك جوتنين قالن إغلال النيجين وفرنسا تغن بسكاد وانعين القطار تغتالي التام في فريا وتيوى الناجيم التصاها تماض مراود التام هرت فوليا النهض إبراهيم القبكدا أليس يكسني مناي العسكر وفرنسا هلا انتيرك في انتي تاوين انتيرا دلكولي تندغتي ناريوين إنا لاكروف يتي وصادا نغطاو التيرك افتهضت إيجا ناس ويجايين يوقني نهنجو لم يخاطر الكولي تنو ينغد ساويني مزاغننا أرينين ونغد يو يظهر إيجاهنا غميضرا ننسلان دمني واضد مزاغننا دغوين دغي هندق منيك التيرا خاركنا تيمير وانجاملي توجي الهجوم فولتيرك فين تيتا وينين الكولي تن هرت يحسي زمن فلم النهض أن العسكر وان فرنسا أم غيمي دم نفهم دبراهيم قبك كده يتباس نغاشتر آدن كرم كوفار أركغل لكن الأمر يتعلق هذه المرة هرت وين يم انت لي مزاغ ويهن انت ناري وين هاسنتك دل فرنسا أزوجها انت نفك جير سغلاي دكال ونجر اتسغلاي
دقال ونهجر هرد ويسكنن الجيتل ضفراوين وموها غدت هنجانسن. هي مفاوضات للسلم ومفاوضات الند للند. هنا بعد هذه ضفريم جرنوية تقل فرنسا تجمع نفهم دموها غوين وغاغي وضع اتفاقيات تغيمي تتزر تتوجاوتي والناجم التصاهد طماد مراودته يا جناس ويجيد سامن فهموليا لا فولا منغي ولا الغافيت روتي والناجم التصاهد طماد مراودته إمير ودي مهيات إبراهيم دل كولونيل سيدوني أمغار نسكتير نغار مانين جانت دل ملازم جيوهان يهندق ورغيك في إبراهيم الشروط اني الدغريت نيهوك الغافيت يهنجو تجدر الإشارة إبراهيم أقبك داد ميدي ونيت الجهن تغاري وين تيزرنين الغافيت ضفر الرزي واجني كوفا منطلقي قوة أن ناس دماغي إن كان الصلاح إن كان أمنيت إن كان الغافيت إنها سنكونان لغ الشروط الس ما يموس الشرط لنا قولي التقبل دي أولا يرى هو وادم إيت اللي منايق هل قولي ينغ كافر آسد يبدغ طوين غادي جه تغمرتي يرى هو يفاس تقبال الطوين الدنيا هي هستجي مثفران إراهو الدنيا تاني ثمنة ملا هستجي مثفران بنان هذه الاتفاقية تلتزم فرنسا بموجبها يتوجه نفهم فلوك وسنمي وغفو الموها ويهنين وغيدك على منطقة هو اللي اندغسيك الدمامة للدرامة وفي التنقلات تناط لا تهندك سيدس إذا قيميني موها قد دير فانا بدا سيد فلايين وريت وجي فلمزغ النغرة من الزر ولين الخكم ديندغ يدي قبل الجنرال لابيرين الشروط نمغار يلا غدا غضفرين يوفانا نقبلتي الشروط يوارا مغارا بدها غبال دم نفهم فولتي تتنقاط دغريت نلقى زمان للعسكر قال أنا مضطر إن ضفرا وين أسنا كاني الطواد أنا الغليبة أن نقبل الغافض ضفرتيتي تاجا الصاها تانهنجا التيلو يتنسن دغت ناري وين تسغلان الأمان بها ألا غين المؤرخين أسلا بيرين يجي التنازل في وزرفا ميغدن الضرائب تيسي زن في المزاغ النازل يجي يسوي يرضي تغولي النهندب تغاهل ومراود كوس تالي التان ديسمبر حوتي والناجيم تزاه الطماد مراود التام يوض الجنرال لابيرين عين صالح أغرب مدغتي وصادم هي إبراهيم القبكدا يجي ناس ويهرين وهيليوسي يلغة القبكدا أسي جافو لسيكل ساغرم والعين صالح دغريت نمهي إن لابيرين أرينين ويجاين يهندق واد صراد الجنرال تنات ناس من المصهد كولي لزمتاين أهل واسنا التمروين الدكوز أهل واسنا التمروين تسموس تالي التماي أو تيوان ناجيم التزاه الطماد دمرو التزا ينكر الجنرال لابيرين دغريت نمهيات إبراهيم القبكدا دابورش بولينياك وانجام فوالجلين العسكر من اوتا والناجي من تزاط ماد مرو الصديس امير وان يستعرف استمنو كلان قبك كدا فوالتوشيتين انتاسي ليم دانت وطاطيف فرنسا دغل غافي تتملت فوالتي تنقعد تيسرد قبك كدا فولا استطكالان امير النية من الخكم داموها نازري مدا دغريت ناين تسوي مجال يمغن المرابطين بيلو دغين صالح فولا ريت انتيسيت من الاجتماع تغتيني غيلان نهضة يتوج ما يمنفهم إيجي يسلك من ضفرين مغارنتين دغتي وشيتين دغتوك صدا إدي جاهن دون العسكر وانجام أرك الخال دغم الزغن هندا ويجا دغجانت أو اندغ يديو دا سجلي داها غمضلا نسن ديندغ إدي يتوك راسا مهي هرايت نواتي والنجيم التزا الطماد مرا والتزا أمهي دغوي جاتي سيد دمين الإدارة دان فرنسا ضفرامهي وانتين غيلان تيوض فرنسا سمينا دبيلو أسراد نمغيمي يسيدون إمغارا غرمان التوشيتين دمنا هذا من فرنسا أو تيوان ناجيم التزاه الطماد سنة تمروي إبراهيم حضر جلسة القياد حيث فرنسا أرادت أن توزع مزارع واحد جانت على القياد الذين اعترفوا لها بالسيادة على الأراضي وقال للحاكم الفرنسي توقف حيث أنها تعتبر ملك نسوي حبوس النسوي كلام
وين هري قال ان خبسة نتمزة تواري المسؤولية نسند يرفض إبراهيم تزونت نفرجا ونجا مقالني الخبسة نتمزة فالمنا هذا فرنسا ديري واسي الكمل يديف عبد هقا بكداف والحق انطمت التلاني فولا استقال تمان كايت انتو ما استموها سيد فولايين تجادابو النيت تغم جاد المقاومة أمي جرنك كودة يبيع كنا نتنسو فلنتن كودة تمهي تنسو فلنتن انجو ما ست وربات ترتام هي تهسي فلنضيضين أكفينا تتقى بكدا تليل تنطمط المجاهدين الله وين ريها سنتك نوات تنزك شاتي تقولي لو سندي تنتفر تغهام تندقى كبير النيت يتنتفر يتنسل يسدك عن هون دا قولوا تشكا يكون فات الشكارتية يتنتفر دقيق كذا لدون تنجوم يدرى نها يتنتفر يتك انتاج الله ما غير تروية غير النت ما غير تكنيت تجرب البطاوية سنت تاوني نادرة روين تن ما قول دارت ايضا انت تنو قصن انت هو بارا نقنو قصن تنا مهلا انت الزاين دين اما قدر يقيد دار النهاسنا التلاوي اي دغية تخناتيه في هضم الخالتي تاني نمدانت صاحب ضيضي ضفر الساغة تهورن فرور فلم هي وانجانت تجا فرنسا كرخال دغم نينال ديان للقياد وياس الكمنين ويوها غنين اجين دغتلان مزاغن عدي وضني هري لقى بكدا إيجا ناس اللغين دا تقى بكدا أسو جنتني إيجا ناوين إيمير ودي كوس إبراهيم فول رزين العهد دا من فهم فول غافيد هرت ودي أميتان ضفرين تينا غين الساد أغل عسكرون فرنسا أدران لين دا تين كوكان ضفر ويندغ استفسرت من هذا من فرنسا فالويندغ يجي يلا غتا ساني مير ارواس قوان صديس هذني ويندغ ضفر استنغمراو الدسين نغمي الدننا يتوجهها التكراني هريجين يقال انت من دورة مزغا وارسيوض ابراهيم وصي نمزغا فولتيزو انفرجان كان إبراهيم يحط المجتمع الأزدري عموما على خدمة الأرض حتى يتمكنوا من تقوية أنفسهم سواء كان في مهرو في آهرهر في إيما سوان بيليزي في يليزي في حد ذاته كان يحط المجتمع البدوي على الاهتمام بالماشية يخدم مهرو يكناد ساكرة المغاشة تتتتتتندونة يخدمي مسوان يكناد ساكرة المغاشة تت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 
لي يكنا أكهر الدغاهر هل يكنا تازايدين دغادي واكد تيوي تاهر هر دغي وتميرا دغاك ألواء كنين الدغي كنين الدغي جبي ضافة لدي 11 12 كاميرا تيرتون كل مصاريف للشعب الني كان انت تاكد ودني يني كان نيتي مشان تتضون هيك تني تتنتك نسلتك لي ورنضون انت يوينا تبدا نطين دطيض نطين دو لو جامت انت ميروا هي تيقت تيت الخمد هي تجموا هي تورتو جندتيها يوض يسلين إبراهيم الجبكة ده تناري وين مدانة دعوته والنجيم التصاط ماض سنة مروين الدكوز يتوارى تاد مغارن الجهتين نترام نكال بس بسكرا دغريت نسنيف والتكاردي نلغافيت في بيت والخراس بنقانا وهو دغهن وانبول خراس بنقانا تجمو ضد الفكرة تان إبراهيم الجبكة ده تتجهد التاريخ
جرم دالم يدو هينو سنين انت غاس اي قيمه وريس سليميم امغار وين كوفر وين فرنسا يو جي دي سي والداغد قواتك فانتفرت انها سنكيت يا دهري الكلام لم يتكلم قال اكون انا الاخير ندرك بان الذي يؤخر كلامه في جلسات الجماعه سوف يتحصل على خلاصه من خلال ما يقوله الاخرون ولما تقدم الجميع سيت دا امير وان سني ادونا تمدالو هنا سنين السنين ستيل وتن مغض دوان نسن اقبك دا يوجي يغمغي للنتي مدا انت سي السنية بالحبر يركب غي للنتي جا سلمي جا دي زاري يسن سيفول الكاض انها ابيا واغاز واغي انها سنوهي تتيك فنغاز جا استيلو ويطاسني استيلو يطاجنا بضوان نكاغي لاجر آغي له تديكم أو إن غساغي له السنة أمضى بذراعه معلنا بذلك أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة فنحن هنا الند للند مع فرنسا تغهر يتني دوني يلا غتاس إن روج الصهد يجي المقاومة وريت توفنا أغطى تكاردي تسومنة الغافيت وجينا لكم أكد كوديت جنية نصهات دامجر فلاهنجو أرنين أوين واسيك استوماس نار الندم أوين اتناس تغقز ويتاجي تلقي وين التمزة الجوهلة للأسراء هلا يقدرني هارت واتجاهت فلسلامة تمدى ضفرس الديكة دامجر إيديان كريد مان نيت يغلي إيري ويقدرن أدميرا ننمدان يبدأ داغ فلس السفر نسن أريمير وديجيا تتوجي تدوت دسن أري سغلين الكازرنا تاتو هزد أسنا سرخا تيركفت ميرا لين الدفال الجانت تهال بورج فلاترز تديوت دفريمان وتديو دلغصة فرورت أري النين وتتيوير وتتيهي جمدا بعد الحق الهزيمة بالعدو نجد أن أحد المجاهدين تابعين لبكدا أراد قتل فرنسي ضفرترن ونهنجا يقيم الدم قدريا إجميا دغمي الدم ونقى بكدات يوم يوجيا سق بكدا إنها أسواغ هرت وريكني دغديننا الشنيع لأن ديننا ينهانا عن مثل هذا وأخذ بكدا هذا الزر يو يقى بكدا أمقدر وانجان استخيامتني يهرد استناقاستني تايلا إيجاس داغيس فراني ما أني تسفوسني وعالجه بيده أديز يتي الرم الساوس والتين قص العظ والتين قص لا إيتي وريلسي والتين قص سمعت يلزميتي يا قص إذن هذه العملية في حد ذاتها إيجي واغي ولغن إيجاق بك دادغ تغتيك لي يقيم دغت تاريخ يموس تيد ديست تتكالت قمة الروح الإنسانية إيجنا استجا فرنسا ركيجي داغ تلقي وين دمزاغ ورانا طيف تزولي تيميرتن الغافي تقيم فرنسا تغيس قابك كدا أو إندا ساسمل نهندقن الغسا دخ صغلا ينتم الزوق اللي تغرم والنهر هنا اللي الغس كاردين دا خيم قبك كدا يغلاس يغلاس الغس كرون فرنسا إمر وقت كنت سنداسينا البير ويكنان يرو يجلت إنجي أغيد الشيمر وقت إبداد إبداد وديه إبداد لليه النيل إبداد دقت مارا دماغ أكد كوديت جامن نهضن فرنسا وندا غزير فول إبراهيم أريني وندا واسي كيس دي نهض فول خالد تمخوتار مزغن دير النسل هلا قال ناس من أموسنا تتقلت الدين القرآن دات من دورت موها أول البلاصة تارق جون القائد إبراهيم بكدا دي غادي تزور سماري دا قلت الزاين سجانين الديناش لنفتيه 12 نخلة مراوة السنات مي هياتنا تموسنا توندا كبرا فلا جيغتنا غا في تارا سن مشاكل مدان
انت عساني تارلو الشريقتين ساهل إلا لو تزيني تدينا الشلن تدو كلفو لسدوني آس جرت مدع تأنا قيورت لا مجيني تقلت لما جمهور قبك هذا وادي مري زيكشي وغور إنسا زيكشي واتن يوصلي هكي كلا ور النيد سارتو اللوق ور النيد أنا قيت الضيغت سيها ضيلي سجرس ورتم جيلات عن جانكي سكنا من جوه ودي غور الجامع هذا طواي النقبة كلا ور يقل سوار مليم أوان ميموسى نينين تاقي الله يموسى مومن النرويج أواندغ يكن الجامغ الدنيا يسدكل تتكناس الجامغ في موهودا الشيء يكناس الجامغ بتطوق أقا من نسنا تكن الجامغ شغبات تكن الشيخ دمتنا هذا كان الجامغ والسبب هو أن المجتمع الزراعي كان ينزل إلى أهرهر أثناء الخريف لتخريف التمور ورأى أن هذه التجمعات الكبيرة من الرجال يجب أن لا يبقوا هكذا بدون إقامة صلاة الجمعة، فبالتالي هذا الأمر اضطره إلى بناء مسجد بتميرة وأقيمت فيه أول جمعة في سنة 1933، وكذلك أقام هذا المسجد لشخصية دينية كانت معه في ذلك المكان، كانت مكلفة أساساً على تدريس التلاميذ القرآن وتعليمهم المبادئ الأولية للدين الإسلامي. الطالب الخير من خمدي الطالب الخير هو الإمام نتاعو. تقييم تندغ الهدنة تمهالا ريمير وتنكر ثورة التحرير دغت سنتوت تنتالي تن نوفمبر وتو النجيم التزاع الطماط سمو ست مروين الدكوس. الثورة الجزائرية يعني شملت كل ربوع الوطن من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها، فجميع المجاهدين والقيادات الثورية كانت موحدة ضد المستعمر الفرنسي. دفرتالي تجات سنتوتنا الخدمة الثورة تعجلنا وقلنا ترامنك لا غير وانا القبلت وتاو النجيم التزاع الطماط سموس التمروين تسموس يسيك الإبراهيم الديود ويضغ مزاغن توشيت تنيل اسماك الدغاريت نتيجوت مناسك الحج إنك الدغارها الديود الحج نبروك الديود بردقو الروس أمير يديو هذا الكناة تهجد أفول موجا وانتقل إلى غات ضفريتها وين يكا قبك داغات أسيف الغات يكا ليبيا نزل دين داغ ليبيا يكا ورهرت دغميد دموين أمهرو ويزغني عند ليبيا كلاديا موسل وزير دغ الحكومة تانا الملك السنوسي السنوسي الملك السنوسي أمهر وين دغ بنبلا إيها طرابلس في طرابلس دار لقاء مع المجاهد الله يرحمه وسع عليه ويرحمهم قاع أحمد بنبلا في مزرعة نتاعو في طرابلس وهناك إن دغاسي جدو أني فول التورة للخالي النيت يري بنبلا أمغار التورة دغجنا نواغن تاسيلي ناجر في منطقة تاسيلي ناجر يلغة تاسق بك دادين دغ دغ تغيمي التين دغ آسيلا ميدن يليم ناس وريو سيرار تزولي غاس قصني السلاح دين دغ يدي جميدس بنبلا إيريا تيمتل دغ ليبيا دغريت نصيود من السلاح فعين له شخصيتين يسنفرن سي مدن الكوني بالكاتي انتني يضهي سي وضين أقبك دا تزولي دا التموين واني جنني ومؤونة عسكرية دعوتي والنجم التزاع الطماد سموه ستمروين تصديس يوض السلاح ترابلس دفرين يجيه الدزاير وسد أكوني بلكاني من قبيلة إبراهيم بكدا يويد السلاح أكرمتا أهاس يسي وضرغ ميهرو السامناس أنجو جنيس البارودة نتبلالي إيجي يسومننا من الطاف جرم الزغن الدزير دايت ماوي سوي ليبيا دغا
غريت نقر نهن جوا الاستعمار وان فرنسا اوين دغ ساس من القواعد تين المقاومة دام جردغ تاسيلي. إبراهيم بكدا هو اللي راح بنا هذه الإقامة نتاعو هنا، باش هذوك الأشخاص اللي يجوا من ليبيا مناقلين السلاح والله ناقلين رسائل بين جبهة التحرير الوطني وإبراهيم بكدا ما يروحوش للبلاد، الإقامة نتاعهم واللقاء نتاعهم والحديث نتاعهم معاه يكون هنا، اللقاءات نتاعو السرية كاملة تعقد هنا، دايرين مخزن تما في الجبال حتى واحد ما يلفت له انتباه حتى يتمكنوا من نقله الى الشمال الجزائري. وفعلا بدا الفراوين يستنتج دغاري الواغ انتاسي لتناجر في هذه المنطقه. الكرامات من كل جهه قرن تاريكين وسندق بكر انا ناسن المغيه وجالس يكفن السياسة الخاطرة لشيلان تايتي إنها سنة الواغ جندت في مراكم تمط ولا لس ولا برا عاونت المجاهدين بشلنا عاونت تنقدر رمضان أهل واغ التنكر مقنع ضد التجاهدي إنها سنة تمحوطي ضد برا ضد الحيوانات عايل لنغد يوم سيغزي أوين دغايد في خريف 1956 وصل إلى المنطقة تغوتي والنجيم الطزه التمض يوضين العقيد وعمرا يميروان جامد يتي وصل آدمه إدمنا هذا ويكي اللفا مغار إبراهيم قبك كده دغات ضفارة كيان النجاح وانجا دورة التحرير تندزها دغام ماس نكال الجركة لو النجمة ضفر مؤتمر الصمام أقرغا مدو يدوك الني ناس من مجلس التوري دغ الحدود وجرد زار ليبيا دغريت نمنينا نهرة جننا ويقال للمناضلين بداد نيني ديسن الطورة التحرير دعمض لان نازر دمها المقاومة تعجم مدة المنيكة من انغيثنة فرنسا دغازة هلا معركة سيين تاتها تيسا للدغ نقيز اوين دغ اهل وانكاران دغ تالي تان اكتوبر او تيو الناجيم تصاها الطماد سمو ستمرون الدسا تزونت من الخمسينات ضفراس جفو كار البترول دا الغاز دا حاسي مسعود حاسي الرمل تجا فرنسا النية من المشروع انتزونت من الدزار السين ديسن افلا اترام يغدا نغ الصحراء دا غاريت الناس الوين ما ملا دا رامت النين فلاوين دا تسمل تدوكيل تات النهضت فالغرمان انتنيري داسمل انت نغلاف سيديس تنهضت انمير فالتيناري وين أرينيلي من نهضة من فرنسا السالة ناس يلزمتنا مفهام الدمغارة نغرمان تناريوين تغريه تسنيلة لندغ تصنط من الدزار استدعى إبراهيم كشخصية من طرف الجميع في أزير أثار الفرنسي فكرة الانفصال حتى يرى ما هو رأي إبراهيم كقائد لأزير وهنا إبراهيم أكد للفرنسي بأن الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن معهم وهذا ما جعل الفرنسي يؤكد جازما بأن إبراهيم لن يذهب
في هذا المسعى رغم مناورات الفرنسيين. إجباني كفار زنهين مدوين الثورة بشان الجوج بتجيت المدوين موها يقدر سنوين وهو منهم وهو أحد كبارهم. بدأت عملية التحضير للاستقلال في المرحلة الانتقالية. يسن توتي اللونكال دوتي الاستفتاء ميغ الفوت دين دغ يتوجينا واليام غارون واغيدق يرين دغ تيمير تين دغ بالشين ينكر دغ سدوم مدن ويموها يلغتا سناسي لزامتن وجوهن واغ الفوت مجان أكي ينسي غسنيت انتا ولي مزغنيت يدولون مدان فولتفيرتيت أنا غبال نل اللونكال غياب حضورهم دون غياب رجالا ونساء ليقولوا كلهم نعم للاستقلال الوطني. والزوار يري بكدا يجي يمون اندغام جرني ويسنتا وناجي من الطزاه التمر ضد مراود صديس اتيسنتا وتاي وناجي من الطزاه التمر صديس التمر وين الدسي في 1962. أخ ميسيلدا معناها أن لا أحد يعجز عن معرفة الحليب، كل الناس تعرف الحليب، والدلالة هي البياض، والبياض يعني السلام، وكذلك الدلالة الأخرى هي أن أخ يعتبر وسيلة معيشة بالنسبة للصحراويين، وكذلك اختيارنا للبياض أو للحليب معناها استمرارية الحياة الكريمة والتي تفسر معنى استقلال الدولة الجزائرية. يقيم إبراهيم قبل كده مغارتي وشيتين غرما نازة بده يشيرك ده الطورة راه الوادي جل الاستقلال. تراهل واسموس تالي تنجويلي وتاوى النجم طزها الطماط صديسة مروين الدسين يوض ليزي الوفد الياسيمة جل القائد علي بوغزالة. بعث يعني مكرود هو المسؤول يعني هو اللي يعرف الطريق، بعث يعني محمود قنبازي يعني والأخ رابح مترجم، بعثهم في مهمة اللي إليزي البكدة بشروه بالاستقلال بشروه بالاستقلال، لأن هو كان اتصال معنا. يعني قالهم يعني هذا وين تهنيت على الجزائر. كان يعرف الاستقلال جاي اليوم ولا قدوة. ظفر وين دغامه السمانة يجيب إبراهيم قبكدة يوضي ميدي والنيت ويقلنين المجاهدين للشهداء. أسبوع بعد الاستقلال توفى الدائم ربي يعني وكنا نموت. أهل وهم تساتروا صام في له النوس عند غاهجا إينين أمغار نازجا يرى هو باك يحكم دسم السين غاه الوال صج بين غزي أزي ولون هلو أهل والي وستيني لسلانيني لبات تسلى في الدنيا وين لغنا أنوي ويلنا 90 سنة أسيلة فلا وان غار وانا دلما إن ناس جريقلة تكني وين أيها ضكا نتا أهل واتفا أهل واتبا أمور نتي وتجي النارين جان دغالي يوانا مضالي تس أقبك هذا الغازجة تفصل تارق أقبك هذا الغازجة أهل ولي أقبك هذا الغازجة أهزر اللي جيتي هذا حداس يموس هاسن يدونت يموس يدونت في ناشر هندا راح سنت مستفوك وندا سوا دوار سنجا تفوكا سنين جاي إبراهيم بكدا تغاشجا
السيكل من انقدام جروي جام غار ابراهيم قبكدا هارت اتكالا للحق انت درفي تمزقا هندا فلتش ما تفوت انت درفي بفرتي هاي للاستعمار